أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. وما يجري الآن في تعز يفتح الأبواب على التفاؤل بأن الطرقات قد تفتح أخيرا بعد سنوات من حصار المدينة من قبل الحوثيين الذين أعلنوا بشكل مفاجئ أنهم قد يفتحون الطريق عبر الحبان إلى المدينة. الجانب الحكومي أبدأ أيضا استجابته إلى هذه الفكرة وقال أنه يعمل أيضا على فتح الطريق من قبله والعوائق ويزيل أيضا الألغام الموجودة، وأنه يتمنى بالفعل أن يذهب أيضا الحوثيون إلى إزالة العوائق من جهتهم وإزالة أيضا الألغام الموجودة هناك. لكن وفي وسط هذه الأجواء وأيضا الأفعال داخل المحافظة، رأينا تصريحا لوزير الدفاع يقول أن ما يجري في تعز هو عشوائي ويجب أن يتم أيضا عبر المؤسسة الأمنية والعسكرية، باعتبار أن الحوثي لا يؤتمن وقد أيضا يفكر في إجراء بعض التصعيد العسكري على المسار الاقتصادي الذي يبدو أنه أيضا ضاغطا أو يبدو أنه يضغط عليه جراء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بنقل البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن. حول هذا الموضوع يسعدنا نرحب بالأستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث السياسي معنا في الاستوديو. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا بك ومشاهدينا الكرام. كما أرحب أيضا بالأستاذ نبيل جامل عضو الوفد الحكومي للتفاوض بشأن فتح الطرقات. أهلا بك أستاذ نبيل. مرحبا بك أخي الكريم ومرحبا بضيفك. نعم، ولو أبدأ معك، ما الجديد بخصوص فتح الطرقات وإزالة العوائق؟ الجديد في هذا الملف بحسب ما تم متابعته عبر وسائل الإعلام أنه بعد إعلان الطرف الآخر الحوثيين بفتح إحدى الطرق التي هي إحدى مطالبنا في لجنة فتح الطرقات وهي مطالب أبناء تعز منذ 9 سنوات، فنستطيع نقول أنه الحوثي بعد 9 سنوات استجاب لإحدى المطالب بفتح الطريق يمثل لنا مصلحة حقيقية هو طريق جولة سفتين، جولة القاصر الكامل، وهذا الطريق رئيسي ظل الحوثي يرفضوه خلال 9 سنوات السابقة. تم الإعلان أنه سيتم فتح هذا الطريق، تم إزالة أي عوائق ترابية أو أشجار من قبل السلطة في محافظة تعز يومنا هذا. هناك تواصل يعني مباشر وغير مباشر مع الطرف الآخر عبر الأخ رئيس اللجنة الأستاذ كريم شيبان، وعلى أساس أنه خلال يعني يوم غدا أو بعد غدا بالكثير سيكون الطريق سالكا من قبل الطرف الآخر. نأمل أن يكون كلامهم صحيحا ولا يكون كالمرة السابقة أن تكون وعود ولا تتحقق على الأرض، ولأنه الناس كما يقال تعبت كثيرا، تحملت مشقة الحصار. احنا قادمين على ايام عيد وهناك دخول كثير الى المدينه، انتقال من مناطق الحوثيين الى داخل المدينه وفيها مشقه بدل الـ5 أو 6 ساعات وصعوبه الطريق. سيتم اختزال اذا فتح هذا الطريق حقيقه فانه سيختصر المسافه من 5 إلى 6 ساعات الى 10 أو 15 دقيقه بالكثير. الحوثي للأسف أعلن من طرف واحد كما تابعتم، ومع هذا تم التعاطي مع هذا الإعلان، ونأمل أنه يتم التسريع بإجراءات تنفيذية على الأرض حتى فعلا يستطيع الناس أن يتنقلوا بين طرفي المدينة التي أغلقت منذ 9 سنوات. نعم، بشأن الألغام، هل أزيلت من جهة الحكومة ألغام العوائق وأيضا السواتر الترابية والأشجار التي نبتت؟ لا يوجد شبكة ألغام من جهة الحكومة، وهذا ما أكدناه مرارا. ما تم اليوم من إخراج فريق للمسام وأيضا للمحور هو للتأكد أكثر، لأنه هذه المناطق أساسا التي سيمر فيها الطريق هي مناطق كان يسكنها أو كان متواجد فيها الحوثي سابقا، وهي مناطق شبه خالية أو نسميها مناطق بين الطرفين، مناطق الشباكات، فكان لزاما أن يتم فعلا مسحها، لأنه بالأخير لا قدر الله أن يتعرض المدنيين النساء وأطفال لمثل هذه الحوادث ستكون جريمة بشعة وأيضا مضافة إلى الجرائم التي ارتكبها الحوثي. نحن متأكدين انه شبكه الالغام اساسا مزروعه، ربما شاهدتم بعض الصور التي بثها بعض الناشطين بوجود شبكه الالغام في الطرف الاخر، هو يؤكد انه من يوم امس وهو يقوم بنزع هذه شبكه الالغام
وأيضا العمل على إزالة كثير من الحواجز الخرسانية والخنادق والسواتر الترابية من جهتي. نأمل أن يكون ذلك حقيقيا وأن يتم تسريع هذه الإجراءات حتى فعلا نصل إلى 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 الفتح إحدى المنافذ الرئيسية داخل محافظة تعز، ونبني عليها لفتح بقية الطرق الرئيسية لداخل المحافظة. نعم، يتم تداول صورة بأن الفريق القادم من جهة الحوثيين لنزع الألغام والفريق الذي أيضا قدم من جهة الشرعية أنهم لم يبقى إلا أمتار بينهم، هل هذا صحيح؟ أنا أؤكد بالنسبة للفريق اللي يمثل السلطة المحلية يمثل الشرعية، هو الذي قام اليوم بعمل مسح شامل للطريق من جهتنا، وكانت النتائج كلها سلبية، لم يوجد أي ألغام أو أي عوائق تم إزالتها. فنحن نعلن فعلا أن الطريق الآن شبه جاهز من اتجاه الحكومة الشرعية من اتجاه سلطات تعز، ويبقى على الطرف الآخر أن يعلن أن الطريق جاهز ويتم فعلا الاتفاق على إجراءات لوجستية، إجراءات ترتيبات لانتقال الناس لانتقال المركبات، بعض الترتيبات الأمنية التي احنا منتظرين ايضا رد الطرف الاخر بشانها، ونحن جاهزون من اليوم كما اعلن الاخ وكيل المحافظه الدكتور المخلافي، وايضا كما اعلن سابقا الاستاذ عبد الكريم شيبان بانه نحن جاهزون لاستقبال من سياتون من عبر هذا الطريق من ابناء تعز من الهومان. نعم، وماذا عن تصريح وزير الدفاع؟ يقول الامر تم بشكل عشوائي ولم يتم بالتنسيق مع المؤسسه الامنيه والعسكريه. معنا المحور هو موجود في هذه المسألة. تم التنسيق بكل هذه الخطوات مع المحور، وتم الاتفاق مع المحور بكل هذه الخطوات، ولا يوجد أي خطوات عشوائية بل خطوات مرتبة. نحن أصحاب الحاجة ونحن أصحاب المصلحة بفتح هذه الطرقات. أيضا هناك لجنة برئاسة الأستاذ الكريم شيبان، هي أساسا مشكلة من الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشيد العليمي، وتعمل تحت توجيهات الأخ رئيس الجمهورية. فربما قد تكون ما صدر عن وزير الدفاع حرف أو كلام أيضا غير حقيقي، ونحن على تواصل حتى قبل دقائق بتواصل مع المحور وعلى استعداد لاستقبال أي وافدين سيأتون من الحوان أو داخلين من أبناء تعز من يوم غدا. نعم، إذا أنتم جاهزون من يوم غدا لاستقبال أي قادمين من جهة الحبان إلى داخل المدينة. يبقى معنا أستاذ نبيل جامل، أيضا سنذهب إليك أيضا في بعض الأسئلة وبعض الاستيضاحات التي قد تأتي أيضا من الأستاذ نبيل البكيري. نبيل البكيري، كيف تفسر هذه المبادرة المفاجئة من قبل الحوثي والآن ولماذا؟ هو إذا كان هناك مفاجأة فهي فعلا مفاجأة أن الحوثي يتبنى منذ هذه اللحظة بعد أكثر من 9 سنوات من الممانعة أن يتبنى فجأة فك الطريق من قبله. أنا باعتقادي في الجانب الحكومي لا يوجد يعني أي ممانعة ولا يوجد أيضا أي منع للطريق، لأن الجانب الحكومي الجانب الشرعية هي في حقيقة الأمر في هذه المناطق مناطق الاشتباكات في منطقة في موقع الدفاع وليست في موقع الهجوم. الحوثيين هم الذين سدوا الطرقات، فرضوا الحصار وسدوا الطرقات بين طرفي المدينة منذ يعني أول يوم. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي تجربة اليمنيين مع الحوثي تجربة قاسية ومؤلمة وتثير الكثير من الشكوك والارتياب، وبالتالي أنا باعتقادي أنه تصريح وزير الدفاع يجب أن يؤخذ بمحمل الجد، أنه التعامل مع الحوثيين ليس تعاملا يعني حسن النوايا مع الحوثي يجب أن لا تكون موجودة. أما فيما يتعلق بفتح الطرقات هذا الشيء الطبيعي الذي كان يفترض أن يكون، يجب أن تكون الطرقات يجب مفتوحة أن تكون، لأنه نعم. بالأخير حق التنقل حق هذه مدينة واحدة للناس. وهذه المدينة هي يعني مقسمة إلى أسر موجودة في الحوبان وأسر موجودة في داخل المدينة، وهي مدينة واحدة، وبالتالي ما حدث طوال الشرخ والجدار الذي والصدع الذي نعم. حصل يعني أحدثه الحوثي على امتداد 7 أو 9 سنوات. لا شك أنه سكان المدينة وسكان تعز ذاقوا الأمرين ودفعوا ثمن ذلك باهظا وغاليا من أموالهم وحقوقهم ونفوسهم.
وأنا بالتالي هو سؤال، لماذا الحوثي يبادر؟ الحوثي لا يفعل شيء يوجه الله. هذه النقطة التي يجب أن نقف عندها كثيرا. الإعلان المفاجئ من قبل الحوثيين بعد أكثر تقريبا من 20 محاولة وحديث عن فتح الطرقات ليأتي في هذه المرة ليعلن بشكل مفاجئ، أنا باعتقادي يجب أن نضع كثير من علامات الاستفهام هنا. الحوثي لا يمكن أن يتصرف في هذه الطريقة إلا وهناك يعني أهداف له، أهداف مخفية له من خلال هذه العملية. من هذه الأهداف قد تكون كثيرة، يعني من ضمنها أنا لا أستبعد أنه مسألة البنك وقرار سحب البنوك إلى العاصمة عدن واحدة من الأسباب. كيف؟ طبعاً ما العلاقة بين نقل البنوك بفتح الطريق إلى تايلاند؟ طبعاً نقل البنوك هو قرار صعب وقرار قاسي كان بالنسبة للحكومة الشرعية وسحب البنوك من عدن وتلتها بعض المؤسسات الحكومية. هذا سيعزز من الحصار الاقتصادي المفروض على جماعة الحوثي، وبالتالي هي تسعى من خلال هذه الحركات إلى نوع من الحديث على أنها يمكن أن تتعامل الجماعة بطريقة يعني برجماتية في هذه المرحلة، وتقول أنها تفك الحصار على المدن المحاصرة وتفتح الطرقات بين المدن اليمنية. هذا سيسهل في انسيابية العملة وفي انسيابية كثير من القضايا المالية. هناك عملتين نظامين اقتصاديين، الأمر ليس بتلك السهولة. بالتأكيد أنه موجود اختلاف كبير فيما يتعلق بالعامل الاقتصادي والاختلاف الحاصل بين العملتين، لكن أيضا قد يكون نوع من التعويم للمسألة الاقتصادية ومسألة العملة. لكن دعنا لا نكون يعني حتى لا نذهب بعيدا في هذا السياق، أنا باعتقادي أيضا الحوثي يعني ستكون التحديات الكبيرة التي ستلي هذه العملية هو كيف سيتم إدارة هذه المنافذ. هذا أنا باعتقادي من التحديات التي يجب أن تضع عليها وحولها كثير من علامات الاستفهام، لأنه يعني أنت ستكون أمام تدفق هائل للخارجين والداخلين في هذه المدينة، وبالتالي كيف ما هي الآلية التي ستنظم بها؟ اليوم أنت نحن أشبه بوجود معبر بين دولتين، لأنه يعني اقتصاد مختلف وهناك يعني قوتين مختلفتين، وبالتالي كل هذا سيؤدي إلى ارتباكات كبيرة. لكن عموما وسيتم تنظيمها أمنيا على الأقل، يعني هناك قوة موجودة، لكن هل تعتقد أن الحوثي أيضا يقد يخطط لعمل عسكري عبر هذا المنطقة؟ يجب أن يضع الاحتمال 99% أن الحوثي لا يمكن أن يفكر إلا يعني أن يزيح عن نفسه مسألة التفكير بالعمل العسكري. الحوثي لا تزال كل خياراته اليوم للتعاطي مع المشهد اليمني ومع مشهد الشرعية ومع مشهد المختلفين معه إلا من خلال الملف أو العمل العسكري، وبالتالي يجب أن تظل العيون مفتوحة ومركزة في هذه المرحلة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، لأنه الوضع سيكون مربك على في هذه المناطق وفي هذه المعابر، فيجب أن يؤخذ بالاعتبار الكثير من هذه القضايا. لكن أيضا يهمنا في هذه المسألة أنه نتمنى أن تنساب هذه العملية بطريقة سلسة وأن تمضي وأن يزاح عن الناس الكثير من المتاعب والمشاق التي كانت تجري في الفترات السابقة على امتداد سنوات الحصار. نعم، سأعود إليك نبيل، ودعني إذا ننقل هذا السؤال إلى الأستاذ نبيل جامل فيما يتعلق بالخشية من التخطيط لعمل عسكري عبر هذه المنافذ في حال تم فتحها، لا تخشون من ذلك؟ أنا أوافق ما ذهب إليه الأستاذ نبيل البكيري، إنه التعامل مع الحوثي يجب أن يتم التعامل معه تحت محدد واحد، إنه لا يؤمن. يعني الحوثي من خلال مسيرتنا في التعامل معه بفتح طرقات إنسانية، أنا أتكلم مسيرة 9 سنوات من 2016 بأول اتفاق في شهر جليل اتفاق ظهران الجنوب، ووقع على هذا الاتفاق ثم ذهب لمعارك عسكرية، ثم الاتفاق اتفاق السويد، اتفاق ستوكهولم أيضا لم يرضي أن يناقش طرق التعز، ثم اتفاق اللي كان في شهر إبريل 2022 وعندما فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وعندما أتى إلى طرق تعز ذهبنا إلى عمان وتشاورنا واتفقنا على طريق توافقي وضعه المبعوث الأممي وهو طريق سفتيل كلابة الجهيم، ثم ذهب إلى عمان ثم عاد إلى صنعاء ورفض هذا الطريق ودخل أيضا في معارك أخرى. يجب التعامل مع الحوثي، وهذا دور الأجهزة الأمنية وأيضا قيادة الجيش، يجب أن نتعامل مع الحوثي في 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 هذا المستوى، إنه الحوثي ليس من مصلحتي أن يفتح الطرقات.
قد ياتي فتح هذه الطرقات ضمن سياق اخر، ولكن نحن في تعز اصحاب مصلحه، نريد ان نخفف على الناس مع اخذ كل الاحتياطات الامنيه والعسكريه كل المحاذير حتى يثبت العكس. وهذا ما تم الاتفاق فيه من قبل مع اللجنه، ايضا مع بقيه الاجهزه المعنيه سواء على المستوى المحور او سواء الاجهزه الامنيه الاخرى. يعني انا ما اقصده ان فتح الطريق لا يؤثر على التامين العسكري. سيفتح الطريق اساسا. استاذ نبيل، من ناحيه عسكريه يعني فتح الطريق لا يؤثر على لنقول التامين العسكري للمدينه؟ وان المحور ياخذ هذا الامر بعين الاعتبار؟ يوجه للقوى العسكريين، هذا السؤال يوجه للقوى العسكريين. ونحن عندما ذهبنا اساسا الى المفاوضات الاولى الى عمان كان هذا الطريق من احدى الطرق التي تم التوافق معها ايضا مع قياده المحور، وتم التوافق على الطرق فعلا الذي برضه تكون فيها المخاوف العسكريه منخفضه وايضا لا تمثل او ترجح كفه الحوثي باخذ بي نعم. بي وتم التوافق عليها مسبقا. تم التوافق عليه مسبقا، ومع هذا ايضا نؤكد انه الحذر واجب، لان احنا نتعامل مع ميليشيات اثبتت التعامل معها انها لا لها عهد ولا ذمه ولا توفي باي اتفاقات. نعم، اذا من وجهه نظركم انتم هل يمكن عبور السيارات غدا؟ بحسب التواصل اليوم المساء من الطرف الاخر انه كان يحتاج الى يوم او يومين حتى انه يمهد الطريق، وبحسب ما وصلني ايضا من معلومات انه يوم غدا قد 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 يعني وليس مؤكدا، لكن بعض الاتصالات التي وردت من الطرف الاخر انه يوم غدا سيكون ايضا دخول تجريبي لبعض الشخصيات الاجتماعيه ومنظمه المجتمع المدني من الطرف الاخر. ونتمنى فعلا نتمنى ان لا ياتي العيد الا قد فتح هذا الطريق وخفف من معاناه الناس وصدق الحوثي بفتح هذا الطريق، ولا يستحدث اي مشاكل او يدخلنا في مشاكل اخرى. نعم، استاذ نبيل جامل عضو الوفد الحكومي للتفاوض في شان فتح الطرقات في تعز، شكرا لك، كنت معنا عبر الميت. استاذ نبيل البكيري، تجد الامر سيجري بسلاسه وقد نرى غدا سيارات قادمه من الحبان الى المدينه؟ نحن نتمنى ذلك، ومن الطبيعي أيضا أن يتم ذلك باعتبار أن هذه مصلحة عامة، مصلحة تخص الناس المجتمعية أيضا. لكن كما قلت أنا يجب أن يكون هناك الكثير من الحيطة والحذر، وأن يكون هناك الناس مستعدين لأي شيء، باعتبار أنه تجربة الناس قاسية مع الحوثي، وتجربة الناس يعني لا يمكن أن تمحى من ذاكرتهم مشهد الحرب والقنص والقتل على امتداد السنوات الماضية. وبالتالي ومع ذلك يعني ليس امام الناس الا ان يمضوا الى نهايه الطريق ليروا ما اذا كان صادقا الحوثي ام لا. ومن مصلحه الحوثي ايضا اليوم ان يظهر بعد تلك الصوره السيئه والتي لا تزال قاتمه لدى كل ابناء المدينه ولدى كل اليمنيين، ان هذه الميليشيات لا يمكن ان يتم العيش والتعايش معها بسلام. وبالتالي اليوم هو الحوثي في إطار اشتداد الحصار الاقتصادي عليه واشتداد هذه العقوبات التي تطال للمؤسسات التي لا تزال خاضعة له، هو يبحث عن تحسين صورته وعن يشتري تحسين الصورة مقابل مثل هذه الأعمال التي يقوم بها. أنا باعتقادي لا يجب أيضا حتى وإن مضت مسألة فتح الطرقات فهذه ليست منا من الحوثي يمتن بها، لأنه هو الذي قطع. الطبيعي هو أن يكون الطريق مفتوح. هذه ليست منا منه وليس يعني فضل منه، هذه المسار الطبيعي لهذه الطريق التي غلقها والذي سدها الحوثي منذ 9 سنوات وحولها إلى منطقة حرب يعني ومواجهات. وبالتالي اليوم أن يأتي ويفتح الطريق هذه ليس معناته أن الحوثي يعني حمامة سلام وأنه يمكن أن يتعايش الناس معه. هو مضطر الحوثي لأن يفتح هذه الطرقات اليوم ولتحسين صورته. ثانيا هناك أهداف قد لا تكون في مقدمة، قد تكون في مقدمة هذه الأهداف أهداف عسكرية، وبالتالي الناس يعني المحور ووزارة الدفاع يعني تكون على أهبة الاستعداد لأي عمليات عسكرية في قادم الأيام في حال ما فكر الحوثي في أن يستخدم فكرة الطريق كنسق من أنساق العمليات العسكرية له في تعز والحوبان تحديدا. شكرا لك استاذ نبيل البكيري
الكاتب والمحلل السياسي على وجودك معنا، ونتمنى بالفعل أن تفتح كل الطرقات بدءاً من طريق الحوبان تعز، وكذلك أيضاً طريق صنعاء مارب، وأيضاً طريق حتى الحديدة حيس والخوخة، وهذه طريق أيضاً مقفلة. والجانب الآخر جانب الشرعي أعلن منذ فترة أنه يفتحها، وأن الحوثي يمانع حتى الآن عن فتحها، وهناك أيضا حديث عن تحرك مجتمعي في الحديدة للذهاب إلى الجراحي والضغط على الحوثي لفتحها. نتمنى أن تفتح كل الطرقات بسنبيل البكيري، وأن يتحرك اليمنيون. أيضا طريق الضالع إذا هي طريق مهمة من صنعاء إلى عدن، يجب أن تكون مفتوحة، ويجب أن يتنقل اليمنيون وبسلاسة، وهذا حق أصيل لأي مواطن أن يتنقل من مكان إلى آخر، وأن يكون آمنا أيضا في موطنه وفي أيضا في طريقه، وهذا حق أصيل لكل مواطن، هو لا يعطى وليس منة من أحد. الخطأ هو قطع الطرقات، والصحيح هو أن تكون هذه الطرقات مفتوحة دائما وأبدا. أعزائي المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة أخرى وفي أمان الله.